السلام عليكم. من أمريكا تفضل. وعليكم السلام. عليك. يا هلا بك يا أحمد. سؤال لك، ماذا تقول في فاطمة رضي الله عنها؟ من وين جنابك؟ من كندا. لا، من وين أصلك؟ أصلي مو بالضرورة، أصلي كوكتيل. يعني سوريا أو من لبنان أو من الأردن؟ من سوريا. من فلسطين حبيبي. من فلسطين. يا أهلا بك، يا أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا. يا هلا بك. طيب هلا. أنت سني صح؟ ماذا تقول في فاطمة؟ أنا سني وأفتخر. هي السيدة فاطمة، ماذا أقول بها؟ سيدة الوجود. طيب، عندي حديث بتفسر لي على رواية سالم سبلان على عودتك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب، يعني كان عليها ثوب رضي الله عنها، إذ قنعت به رأسها. هذا رواياتكم. لم يبلغ رجليها. هذا حديث صحيح، أتكلم بالصحيح صح؟ هذا من رواياتكم. أوكي، هذا حديث صحيح، بتكلم بالصحيح. طب ليش بتحجج أنت برواية سالم سبلان إذا بتقول إن هي صحيح في البخاري ومسلم؟ هذا يعني الرواية أنت الرواية اللي تقرأها وين مصدرها؟ أنا بحكي لك سند الحديث. وين الرواية؟ وين الرواية؟ في أي كتاب هاي اللي تقرأها؟ من الصحاح. من الصحاح أقول لك إياها. من صحيح مسلم، أعرف أنا مطلع عليه. خلينا كمل. يستدل علي برواية بصحيح مسلم. إيش قد؟ سيدة، طب ما تستدل عنا برواياتنا يا أخي. يعني لو استدلت عليك بكتبك ما توصل معي لشيء. ما هتوصل معي لشيء. استدلت، ليش بتسد علي الخط؟ ليش بتسد علي الخط يا أخي؟ كون رجال. ليش بتسد علي الخط؟ ليش تكتم صوتي؟ ليش تكتم الصوت؟ ليش تكتم الصوت؟ جاوبني. اسأل أختك الكريم. اسأل أختك. سؤال؟ اسأل أختك. اسأل أختك. مرضى والله العظيم مسوي بيهم أمراض نفسية، والله أقولها بفخر، مو بلا فخر، لا لا لا، بفخر، أفتخر، لأن هذا فخر عظيم، هذه نعمة عظيمة. محمد وآل محمد يرزقوني بها. وسويت بيهم مرض، صار عندهم أمراض نفسية، أمراض عقلية، اسم الله عليكم. أي والله، خاصة أكثر مرض. ليش يسد الخط؟ ليش يسد الخط؟ ليش يصد؟ هو شفتوه على الخط موجود. ليش يسد؟ مرض والله العظيم، هو صار عنده مرض، صار عندهم مرض. ليش يسد الخط؟ ليش يسد؟ يقول لي تريد استدعي عليك من كتبك، استدعي عليك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سني، سنة قندرة على ربه، سني جاي يعني بتوحيده. يقول انت شنو حتى استدل عليك من كتب الشيعة؟ استدل عليك من كتب السنة ولازم تجاوب، مو انت تسوى علينا بسالم سبلان. ايش قد معقدكم اني؟ ايش قد معقدكم؟ سالم سبلان ابو امانة هذا، وكانت عائشة تستعجب بامانته، عم تحب امانته، عم يأمنها وعم تأمنه.